الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم، هذه السهرة الثالثة لولا التي تقدمها جمعية ولوعي الموسيقى الأندلسية بطنجة اللي هي كتوفي بوعدها. هذه الجمعية هي جمعية هوات ولوعاة ولوعين، تلقاو مع واحد الاستاذ سي اسماعيل الادريسي اللي تمرنوا وحفظوا الصنائع الاندلسيه، والان هما اليوم تيطربوا هاد الالف متفرج اللي معنا اليوم، تيطربوهم بنوبه الاستهلال كامله تقريبا كامله بكل دقه، وهم الان كما لاحظتوهم تيتسلطنوا كما كيقولوا في الشرق العربي، وحنا كنقولوا كيتولعوا. شكرا لكم وعلى السلامه. مرحبا بكم عندنا اليوم في السهرة السنوية ديال الجمعية في الملتقى الثالث للولاعة الجمعية. هذا الملتقى هو يوم تتويج ديال العمل ديال مجموعة ديال الهوات ديال الموسيقى الأندلسية اللي تلقاو التعليم ديالهم الأكاديمي ثلاث سنة كلها على يد الأستاذ والمايسترو إسماعيل الإدريسي. اليوم كما كتشوفوا معنا إخوان تبارك الله قدروا أنهم يقوموا بواحد العمل احترافي في بحضور واحد الجوق اللي هو كيتكون مجموعه ديال الفنانين من شمال طنجه، من طنجه، من تطوان، من العرايش، من شفشاون. الحفل الحمد لله كيحظى بواحد النجاح اللي كتحضروه معنا اليوم. هو يوم ديال اللقاء ديال الجمهور هذه المجموعه ديال الكورال مع المجموعه الصوتيه للجمعيه. انا جيت سعيد تواجدي في التظاهره الكبرى اللي كتنظمها جمعيه ولوعي طنجه، وعلى نجاح هذا الحفل والأداء المتميز للمجموعة الصوتية اللي في حقيقة هي مشكورة، لأنه تهي بدورها أولا كتساهم في إحياء وترسيخ هذا التراث سواء في مدينة طنجة أو في المملكة المغربية. كذلك الأداء ديالهم متميز، كيبين على أنهم بدلوا واحد المجهود وسقلوا الموهبة ديالهم، أن وراءهم أساتذة وجمعية اللي كتأثر هذا الشيء، وكنتمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح. Thank you.